مساء الخير على الجميع. أنا في مطار لبنان، وصلت طيارتي 7:30 المغرب. قعدنا في الدور عشان نوصل نختم الجوازات بالضبط 2:30 أو 3 ساعات. وصلنا الجوازات، طلع جوازي قال لي تعالي داخل. بالاخير جاب لي ورقه، قال لي هذه ورقه وصلتنا الحين من المسؤولين ان انت عليك منع دائم من دخول لبنان. خلاص، ليش يعني ليش افرض نفسي عليهم؟ هذا ما مو معناته اني انا الشعب اللبناني ما احبه او اللبناني ما احبه. انا صورت مع نص المطار اللبنانيين، ما شاء الله محبتهم لي انا تفاجات فيها، نص المطار صورت وياه. لكن اما انتم تعرفون ظروف لبنان، تعرفون منو صاحب القرار هني، والموضوع سياسي يعني سياسي بحت، لا ليس له علاقه يعني. انا مو اكرر بس لان يقطع هذا مشكله السناب دقيقه، الموضوع سياسي مو 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 شيء يعني مثلا جريمه انا مسويه ولا مصيبه مسويه، ما عندي شيء. ارائي السياسيه يمكن صاروا حساسين الشباب، يعني صاروا حساسين ما يتحملون الرأي الآخر، فأوكي نقدر حساسيتهم. يعني أنا بالعكس دائما أحب أرفق في الشخص الحساس يعني اللي مشاعره شوية، هذا أهدي عليه يعني، حرام يكسروا خاطري دائما، لأن أنا أتواجه مع الأقوياء اللي يتواجهون، بس اللي زعول وهذا يعني يكسر خاطري والله يضيق خلقي عليهم. المهم ادعوا لي إن يخلوني اروح اقعد في القاعة